أهلا أحبائنا مشاهدينا، برحب فيكم باسم الرب يسوع في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ليكن نور. اليوم رح طبعا احنا اليوم بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة، وفيكم كمان تشاهدونا على الصفحة على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي على اليوتيوب، كمان احنا لايف فيكم تشاهدونا. برحب فيكم وبصلي وبتمنى لكل مشاهد هيك وقت ممتع وسعيد. وبتعرفوا أبدية الإنسان ومصير الإنسان هي واحدة من أهم الأمور اللي لازم نفكر فيها في هذه الحياة. خليني أبتدي أقول إنه موضوع حلقتنا اليوم هو عن الفداء، وطبعا فداني وأخذ مكاني. أكيد كتير من المسيحيين يمكن سمعوا هذا التعبير، لكن كتير مرات إحنا بنتكلم بالكلمة الشرقية كلمة الفداء، ودائما نسمع تعبيرات فداك أو فداك بكذا كذا. وبتعرفوا إحنا اللي الأغلبية اللي جايين من خلفيات سياسية طبعا بالروح بالدم نفديك، عارف يعني كل هذه التعبيرات. وطبعا هذا التعبير قديم ومفهوم في العادات الشرقية، لكن حقيقة ما هو الفداء وكيف أفهم الفداء؟ وفي هاي الحلقة بعيد عن كل يعني احنا عالجنا الموضوع بطرق لاهوتية في سابقا، فبعيد عن كل التفسيرات اللاهوتية العميقة، اليوم شو بيعني لك انت وشو بيعني لي انا كلمة الفداء؟ وأنا متأكد رح تكون هذه الحلقة بركة لحياتك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل لأقدم ضيف هذه الحلقة. أهلا أحبائنا مرة أخرى، برحب فيكم في هذه الحلقة. حديثنا وموضوعنا عن الفداء، لكن حطناه في صيغة كتير كتير حلوة، فداني وأخذ مكاني. ضيف الحلقة، أو خليني أقول صاحبة مكان مش ضيف، طبعا الأخت رشا نور. أهلا وسهلا أخت رشا. أهلا بيك يا أخ نزار. كتير كتير فرحانين أنك معنا في هذه الحلقة، وراح طبعا نتكلم في هذا الموضوع. في الحلقة اللي مضت تكلمنا عن الصليب بنفس الإطار، شو كان بيعني لك الصليب. نفس الشيء أنا راح أسألك بنفس السياق وبنفس الصيغة، موضوع الفداء شو بيعني لك أنت كرشا نور؟ قبل المسيح ولا بعد المسيح؟ خلينا بتعرفي، لأنه أنت من خلفية إسلامية، وأنه كلمة الفداء كمان هي معروفة في الإسلام، يعني كلمة مش غريبة، لكن يمكن شرحها أو تفسيرها بيختلف بين السياق الإسلامي أو السياق المسيحي، لكن تفضل يا. طبعا قبل ما أنا أعرف المسيح أو قبل ما أنا أقبل عمل الفداء من أجل وربنا يغير حياتي، كانت حياتي مختلفة، كانت تفكيري عن كلمة فداء مختلفة. فداء ما كنتش ببصله حتى من المنظور الإسلامي، يعني البني آدم العادي الطبيعي اللي في الشارع اللي بيتعامل كل يوم مع الناس، إيه معنى الفداء بالنسبة له؟ بتلاقي مرادفات كتيرة جدا، زي مثلا فداء الوطن، فداء مثلا حد بيفدي حد بروحه، زي مثلا الحادثة بتاعت الزاوية الحمراء، واحدة كانت ماشية في الشارع وجي عمل إرهابي وجي ضابط فداها وهو مات وهي عشت.
وقد ايه ست دهيت وهي قاعده في المستشفى كانت بتقول انا قدرت العمل ده، ده عمل عظيم انقذ حياتي، الراجل ده فداني. فالفداء هو ان حد يقدم حاجه بالنيابه عني. الفداء ان حد يقدم روحه بالنيابه عني. الفداء ان حد اسير يحط واحد مكانه، ده مكان ده. فالفداء حاجه يعني كل واحد في الشارع محتاجها، مش بس كمسيحي او الناس المسيحيين او المسلمين او البني ادم العادي، محتاج ان هو يكون عنده فادي، حد يفديه بحاجه، يفديه بمشكله جياله، حادثه جياله يفديه منها. يعني حتى في التعبيرات العاديه نقول فداك، يعني عارف نقول حاجه وقعت بقول لك فداك، يعني ما بتستاهل، في شيء اهم. وهي الفكره يعني دائما في شيء مكان شيء. بالضبط. في نقطه، انا قبل ما يعني اعرف المسيح كانت عندي كده فكرة عن موضوع الفداء لمست قلبي من قصة أنا كنت قريتها، يعني لو تعرف قصة اللي هو المدينتين، The Tale of Two Cities. في واحد شرير وواحد كان طيب، طيب حطوه في السجن والشرير كان بره، وراح جه الشرير بدل، كان أخوه التوأم، فده قعد مكانه وأعدم مكانه، والطيب ده طلعوا برا السجن. طبعا الفكرة ده هي بعيدة عن المسيح، يعني لأن المسيح هو بلا خطية، هو الإنسان البار اللي جالي أنا الشريرة وأخد مكاني. يعني بالضبط العكس هو اللي حصل، مش زي قصة المدينتين. بس الحتة ده هي قد إيه أثرت فيا أنا، إن أنا أشوف واحد بيتحاكم مكان حد، يعني عملت فيا تأثير. وده كان سبب من الأسباب اللي يخليني أفهم إن في حد ممكن يجي مكاني. كان صعب قوي إن أنا يجي مكاني حد أحسن مني. عادة الوحش هو اللي بياخد الجزاء، لكن لما يجي واحد أفضل مني وأحسن مني بكتير وهو البار اللي بلا خطية هو اللي يجي مكاني، ده كان بالنسبة لي عمل. أنا حسيت قد إيه أنا ضئيلة أمامه، قد إيه أنا ممتنة أمامه. طب أنت عملت كده ليه يا رب؟ ليه المسيح جه وأخذ مكاني؟ كان صعب بالنسبة لي إن أنا أفهم ده، لغاية ما ربنا ابتدى يفتح عيني ونور ذهني ويديني ضوء داخلي في قلبي عشان أفهم يعني إيه فداء، يعني أفهم إن هو جه وأخذ مكاني. طيب لو حبيت تعرفي كلمة الفداء، يعني كيف ممكن تعرفيها؟ الفداء لو إحنا حد بذل، شخص بذل نفسه في سبيلك، يعني أحد أخذ مكان هو مكانك، يعني دين عليك، دينونة عليك، أثام عليك. أنا مش عايز أقول مصطلحات مسيحية، لكن أنا عايز أقول إن إحنا في يومنا الطبيعي بنغلط وبنعمل أثام كتيرة وبنعمل أمور أخطاء كتيرة وبنقف قدام ربنا أنا مش عارفة أودي وري أو يعني أوريه الوش إزاي. يعني حتى وأنا لما كنت باجي أصلي كنت بعيط قدام ربنا أقول له يا رب طب أنا بغلط طب أنا أعمل إيه؟ الحل الإلهي دايما بعيد عن الحل البشري، أسلوب الله غير أسلوبنا. وعشان كده هو الفداء هو إن حد جه أخد اللي أنا مفروض إن أنا أدفعه، وهو ده ومش بس أخد اللي أنا أدفعه، ده اداني مكانه. يعني الفداء في المسيحية مش إن هو دفع، يعني واحد دفع نفسه مكان حد، لا، هو بدل الأماكن. يعني كلمة الفداء هي كلمة تعبير مشهور جدا في العهد القديم، وحتى لغويا كلمة الفداء هي نفس الكلمة العبرية فدا، يعني بتعني لا قنب، هي كلمة تانية كنا يعني اشترى أو اقتنى باللغة العربية. بس كلمة الفداء يعني حتى بتشوفه من سفر الخروج إصحاح 12 كيف الرب يكلم
موسى أنك تفدي مثلا بشاة، أو إذا كذبت إذا حمار بتكسر عنقه أو كذا، يعني دائما في شيء مقابل شيء. يمكن القصة الأشهر المعروفة للكل هي قصة إبراهيم وإسحاق، إنه كيف افتداه، كان في كبش واستبدل هذا الكبش بإسحاق، وطبعا أعطى إبراهيم نبوة لمستقبلية، قال له يهوى يرئيه، يهوى يرى، فيعني كان بجهز عن ذبيحة كاملة عظيمة مستقبلا اللي هي طبعا يسوع المسيح. ففي لغتها كلمة فدا هي اشترى، كمان نفس المعنى، فهي الفداء هي شراء بس مش رخيص، بدفع ثمن، يعني في كلفت شيء لأنكم اشتريتم بثمن، لأنكم لستم لأنفسكم بل للذي مات لأجلكم وقام، يعني في شخص أخذ مكاننا. في العهد القديم الأخلن يفدي أخاه، يعني أنا ممكن أفديك بس مين يفدي لكل البشرية؟ وهي النبوة اللي كانت عن يسوع المسيح. نعم، أما أنا كنت في الإسلام كن زي ما حيك قلت الفكرة بتاعت وفديناه بذبح عظيم في سورة الصفات، ودي كانت الكبش اللي فدى الفكرة الإلهية لفداء. هم بيقولوا إسماعيل أو إسحاق اختلفوا، ابن إبراهيم هو مش مذكور بس المفسرين يعني. اختلفوا يعني. لكن هو فدى ابن إبراهيم بكبش، فكرة الإلهية إن علشان أنا أفدي. لا بس مهم جدا إسحاق، لأنه طبعا الكتاب واضح في العهد الجديد بنسلك، يعني أي بواحد مش الأنسال. تمام، إحنا بنؤمن إنه هو إسحاق، واختلف العلماء في المسلمين ما بين إسحاق وإسماعيل، لكن أنا الفكرة اللي هي فكرة ربنا إنه هو يفدي بني آدم بحاجة حيوانية بتتدبح وبينزل دمها. يعني ما فداش إسحاق بشوية زرع مثلا، شوية فاكهة خضار، لكن الفداء كان جاي على أساس إن هيذبح مكان إسحاق. نعم، كبش. فبالتالي الدم، فكرة الدم إن في حاجة هتموت من أجل حاجة، حد هيطلق وحد تاني هيموت. نعم، عايز أقول إن ابن باز قال الحتة دهيت في فتوى، قال فداء له من الحوادث والبلايا عوضا عنه، وقال يفدي له حتى لا يقع عليه شيء، يعني إذا كان فيه شيء يكون فيهم لا فيه. يعني أنا عندي حاجة بتقع على اللي فداني، فأنا دلوقتي عندي ذنوب وخطايا، أنا عندي كل يوم برتكب أثام، أعمل إيه؟ هل أنا أستنى لغاية آخر لحظة بعد ما أموت عشان أقف قدام الله الديان العادل بميزان، وأنا مش عارفة الميزان ده هيبقى حسناته أكتر من سيئاته ولا سيئاته أكتر من حسناته؟ أقف قدام ربنا الديان العادل، وبعدين بعد ما أقف يبتدي ربنا يوزن، وربنا هو اللي يقولي هتروحي النار ولا الجنة؟ طب ما أنا بدل ما أدخل في الطريق المسدود ده، ها، أدخل في طريق تاني مختلف، طريق بدلية، طريق حد ياخد مني اللي ليا ويديني اللي ليه، وهو ده الطريق اللي ربنا ادهولنا من خلال المسيح. أنا ما كانش عندي سلام، أنا محتاجة كنت أقف على حاجة ثابتة تعطيني سلام وضمان أبدي. أنا دلوقتي بغمض عيني هنا ومعرفش هفتحها فين بعد كده، ما عنديش يقين أنا رايحة فين، لكن فين اليقين؟ اليقين هو في المسيح. وعلشان كده هوت أنا لما جيت أتعرف على المسيح لقيت إن المسيح عامل زي اللي بيبني بيته على صخرة. المسيح ثابت، الله كلماته ما بتتغيرش، ما بتتغيرش لدرجة إن هو يعني يعمل عمل الفداء، يعني ما بتتغيرش، كلماته ثابتة حتى عليه هو،
يعني مش هيغيرها ويقول لك ايه طب دول اخطاوا طب يدعوا شويه واغفر لهم. لا الله ثابت، عدله ما بيتغيرش. ما ينفعش اقول عدل الله بقى 1% و2%، لا عدل الله ثابت ومحبه الله ثابته وقداسة الله ثابتة 100%، لأن الله كامل، كمال الله وحده. فهو ده اللي خلى الله يعمل هذا العمل العظيم، ومش خلاه لده، هو في الفكر الإلهي من قبل تأسيس العالم أن يجي الفادي علشان يشتريني، يجي الفادي علشان يقف مكاني، ويجي علشان يدي رشا السلام، يديها الطمأنينة، يديها اليقين، تبقى واقفة وثابتة ومتأكدة أنا هغمض عيني هنا هفتحها هناك. ليه؟ لأن هو وعد، هو قال إنك أنت لا دينونة الآن، إذن لا دينونة الآن على الذين هم في المسيح. أنا أقبل المسيح، أنا أقبل الفداء، يبقى أنا ما عنديش دينونة، أنا عندي وعد أبدي بالمعية معاه. والجدير بالذكر أخت رشا، مثل ما بتعرف في الكتاب المقدس إنه دائما موضوع الفداء مرتبط بالذبيحة، يعني سواء آدم لما أخطأ الرب هو اللي أخذ زمام المبادرة وألبس آدم وحواء أقمصة من جلد، يعني ذبيحة. هابيل قدم ذبيحة، نوح بعد الطوفان قدم ذبيحة، إبراهيم قدم ذبيحة، إسحاق ويعقوب قدموا ذبائح، حتى كانت مبادرة من الله لموسى إنه يصنع خروف الفصح، برضو مبادرة. وشريعة اللاويين تتكلم عن الكم الهائل من الذبائح المتعددة، سواء ذبائح المحرقة، السلامة، الخطية، الإثم، الدقيق، ويعني في أنواع ذبائح الأعياد اللي بسبب أو ذبيحة بسبب خطيته أو يوم الكفارة إلى آخره، كلها هذه الذبائح فيه. وحتى متعارف، يعني مش بس كتابيا، بالعادات الشرقية القديمة كل شيء لليوم في القرى، يعني حتى أي مصالحة بتتم عن طريق الذبيحة. خليني بس أقرأ يعني آية من عبرانيين 9 بتقول: وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس، لاحظي، فوجد فداء أبديا. وبيتكلم عن كفارة المسيح الكاملة النهائية اللي خلاص ما فيش داعي لأي ذبائح عهد قديم، لأنه المسيح فداء كل البشرية من آدم لآخر واحد في مجيئه الثاني، فوجد فداء أبديا. بقول: لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوس على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. فواضح من كلمة الله. بس أنا عاوز يعني أوجه السؤال، أنت يعني تكلمتي بسياق الحديث عن، بس أنا عاوز أنت رشا شو بيعني لك كشخص، أنت شو بيعني لك الفداء، أو هل تحتاجي للفداء؟ ليه بتحتاج للفداء؟ أحتاج الفداء لأن المسيح قدم ليا، اداني اللي لي وأخذ اللي ليا. أنا محتاجة الفداء علشان أنا أخذ للمسيح وهو ياخذ اللي ليا. أنا أي كلمة ذكرها القديس أثناسيوس بالضبط. قديس أثناسيوس قال: أخذ ما لنا وأعطانا ما له. وطبعا يعني ايه اخد لينا وادانا اللي ليه؟ اخد اول حاجه جسم بشريتنا. كتير من المسلمين بيقولوا ازاي ربنا يتجسد؟ مفيش ايه في القران بتمنع او بترفض فكره التجسد. الله تراءى في الجبل لموسى، ويقدر طبعا، مش فوق قدرة الله، وما فيش حاجة تقول ان ده فوق قدرة الله. مين انا اسأل الله عن طرق؟ لانه بناسبنيش الموضوع هذا، بدافع عن ديني عشان يعني بدل ما انه ابحث عن الحق. طب الله قادر، اذا هو اله القدرة مين انا اسأل الله؟ طب ما انا بسألوش في امور كتير يعني.
يعني البحث في ذات الله كفر، فأنا بسألش الله في أمور كتير، فإزاي يعني أقعد أسأله بهالموضوع هذا؟ هقول نقطة كده على الحتة اللي حضرتك بتقول عليها، اللي هي فكر الله ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. ربنا فكره مختلف عن فكري، أفكاره مختلفة عن أفكاري. طب إزاي إحنا بنقول الكلام ده؟ طب ما بكل بساطة المسلمين كلهم عارفين إن موسى شق البحر بعصايا. مين اللي يقول إن عصايا تشق البحر؟ هل ده فكر يعني متعارف عليه؟ هل ممكن إن عصايا نمسكها دلوقتي ونشق بيها بحر؟ مستحيل طبعا. لكن أما ربنا يكون عايز يشق بحر بعصايا هيعرف يشق البحر بعصايا. وهل ده فكر كومن، يعني فكر منطقي إن هو يمسك عصايا ويشق بيها بحر؟ لا طبعا. وبالتالي فإن أنا ربنا ياخد جسد يعني المسيح يتجسد وياخد جسد بتاعنا ويقدم ذبيحة على الصليب بالنسبة لنا، أنا ما ينفعش إن أنا أرفضها. زي ما أنا ما رفضتش إن عصايا تشق البحر، ما ينفعش إن أنا أرفض إن يكون في خطة أبدية أزلية منذ الأزل علشان خلاص البشر. ما ينفعش إن أنا أرفض إن ربنا عايز يتصالح معايا وعايز إن هو يديني مكانة معه للأبد، إن هو عايز العلاقة اللي ما بيننا ترجع تاني زي الأول قبل الخطية. فأنا بالنسبة لي ما ينفعش إن أنا أحط ربنا جوه صندوق وأقول له أنت في الحدود ده هي يا رب تتحرك. ربنا أعظم بكتير، الله لا محدود، أعظم من محدوديتنا، لا محدود، إحنا محدودين. إحنا مخلوقون على صورة الله، مش الله المخلوق على صورتنا، مش أنا اللي بحدد هوية الله. على فكرة في المسيحية الله غير محدود، الله غير مزاجي، الله عنده فكر واضح لا يغير ولا ينسخ فكره ولا أي، يعني عندنا الفكر واضح جدا في المسيحية، عن الله القادر على كل شيء. أنا إذا هو أخذ جسم بشريتنا مثل ما ذكرت يعني في الموضوع، أنا بالعكس أنا ممنون للرب، أنا محتاج أنه بس أقدم له الشكر، أنا بشكرك لأنه أنا عاجز عن تخليص نفسي، أنت يا أخذت جسد، طب كان ممكن تأخذ جسد وما تمش على الصليب، إنك تتواضع للدرجة إنك تأخذ مكاني وموتي وتكون بديل عني، هاي قمة العظمة في التضحية. كما قال يسوع ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائي. سوري كملي أخت رشا. الفداء عايز أقول هو قدم لي إيه؟ الفداء قدم لي بدلية زي ما قلت، فأخذ اللي ليا واداني اللي ليه. أخذ إيه ليا؟ أخذ جسمي، جسدي. مسيح جه مولود من امرأة، مولود تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس، يعني أخذ مكاني بالضبط. ينفعش نقول الفادي ده مش واخد مكاني، ينفعش ان انا اقول اصل هو مش حاسس بيا. لا هو حاسس بيا. طب مش حاسس بالالام اللي انا بعدي بيها في الحياه؟ لا حاسس بالالام اللي بعدي فيها في الحياه. ليه؟ لان هو اجتاز الحياه بظروفها الصعبه. في ناس كان مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه. ايوه طبعا. ازاي بقى كان مجرب من الناس اللي حواليه؟ باعوا. إبليس جربه في البرية وحاول إن هو يقول له اسجد ليا وعمل مش عارف إيه، والمسيح رد عليه بآيات من الكتاب وقال له لله وعد وتسجد وإياه وحده تعبد، أنت ما ينفعش تعمل كده. فبالتالي أخذ خطاياي اللي أنا كنت قاعدة طول الوقت أفكر أنا هعمل إيه فيها دي، هتخلص منها إزاي، الاسم اللي أنا بعمله ده هو إزاي، هقف قدام ربنا إزاي بأي وش علشان هيدني هيوديني الجنة هيوديني النار. أخد كل ليا، كل الباكج بتاعتي أخدها على بعضها. بيحس بيا، بيحس بمشاعري، بيحس بكل التحديات اللي أنا بمر بيها بالحياة. إلهي بيعرف يوصل ليا.
لو انت هقول لحيك على حاجة، لو انت ما عدتش في ظروف معينة وقدامك واحد بيعدي في ظروف صعبة، الظروف بتاعته دي انت ما عدتش فيها، مش هتقدر انك انت تفهم هو بيعدي فيه مهما أنا كان. انا شاعر معك، حاسس معك، هتقول له انا حاسس بيك لكن ومش هتبقى حقيقي. في نفس الظرف بتقول له فعلا انا يعني الله بيقدر يشعر بينا لانه هو عدى في الظروف بتاعت المسيح، اجتاز في هذه الظروف فحس بيا واخد مكاني بجد، مش اخد مكاني بالكلام لكن اخد مكاني بالحقيقه، واداني بقى اللي ليه، اداني ميراث ابدي، اداني ضمانه، اداني رداء بر اقف بيه قدام ربنا من غير خوف ولا رعب، وما بقاش قادره ان انا افتح عينيا في ربنا، لكن اداني ستار اللي هو دم المسيح اقدر اختفي اختبي فيه واواجه الله، اشوفه اله مختلف، اله بيحب، اله حنين، اله مش واقف لي بالمرصاد لكن هو بيهتم بكل تفاصيل حياتي، الاله اللي انا ماشيه معاه وانا مش خايفه، هو ده اللي قدمه لي المسيح، وهو ده اللي انا نفسي كل واحد ان هو يشوفه. أنا نفسي كل إنسان يعني بيكتس في الحياة في أمور صعبة، نفسي النهاردة وإنت قاعد قدام التلفزيون إحنا في رمضان وأنا عارفة إن في صلوات كتيرة وإحنا بنصلي إن ربنا يفتح عينيك، إحنا بنصلي إن ربنا ينور ذهنك، إحنا بنصلي إن ربنا يفتح قلبك، فعلا بصلي إن ربنا يلمسك وإنك أنت تكتشف الحقيقة دهيت إن المسيح مات من أجلك، المسيح أخذ مكانك، إن هو الفادي اللي أخذ مكانك وإدالك مكانه. كنت عاوز أسأل يعني قبل ما ناخد فاصل وبعض المكالمات كمان، يعني لماذا الفداء هو الحل الإلهي؟ الفداء هو الحل الإلهي لأن زي ما قلت ان هو طرقه مختلفة عن طرقنا، ما ينفعش ان احنا نقول ربنا مدينا يعني طرق معينة هو يمشي فيها، احنا بنحدد افكار ربنا. التحل الالهي لان ربنا عايز ان هو يوصل للانسان الميت، انا مش هقدر اعمل حاجة، انا دلوقتي محصورة في حتة اللي هي ميتة بالذنوب والخطايا، ما عنديش حل، مش عارفة أوصله إزاي. إزاي أنا هوصل لقداسة الله وأنا مليانة خطية؟ مستحيل. يا إما هو يبقى كلي القداسة فيرفضني، يا إما هو يوجد حل علشان أقدر إن أنا أتعامل معاه مرة تانية. فالحل إلهي ومبادرة إلهية، هي حل إلهي ومبادرة إلهية. وبإشعياء مكتوب لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب، يعني فعلا طرقه عجيبة بس كلها لخير الإنسان. تمام. وعشان كده اما جه بيقول وفديناه بذبح عظيم، الذبح ده هو اما بيتكلم عليه الذبح عظيم ازاي، دي مثلا فكرة ازاي تبقى يبقى خروف عظيم، لكن انا عايز اقول ان الذبح العظيم هو اللي اتكلم عليه يوحنا وقال هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. الذبح العظيم ده هو الله، أفكار الله مش أفكاري بقى، أفكاري أنا اللي هجيب خروف وأذبحه، لا، لكن أفكار الله اللي فادت البشرية من الخطايا والأثام. أنا ما أقدرش أقرب له لكن هو يقدر يجي ياخد مكاني وينتشلني من الموت. مين أنا أقدرش أصحي نفسي، أنا ميتة بالذنوب والخطايا، أصحي نفسي إزاي؟ إزاي أدي لنفسي حياة؟ هو اللي يجي ينتشل إيديا ويطلعني من الموت الأبدي اللي أنا عايشة فيه ويديني حياة أبدية. هو ده الفكر الإلهي. أمين. وكله بالنعمة على فكرة، طبعا متبررين مجانا بنعمته الذي بالفداء بيسوع المسيح. أمين. الذي فيه لنا الفداء بدمه وفران الخطايا حسب غنى نعمته. كله بالنعمة. بالنعمة. طيب أنا رح أخذ فاصل قصير وبعد إذنك ممكن نأخذ مكالمات. طبعا. طيب يعني بتأمل أنه فعلا هذا الشيء بعني لك شخصيا،
فكرة الفداء، وبصلي من كل قلبي إنه الله يوسع هاي الفكرة في ذهنك وتفهم مدى حب الله لك وعمق غنى نعمته من أجلك، كله من خلال يسوع المسيح. سأعود بعد هذا الفاصل. أهلا أعزائي المشاهدين، أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور وحديثنا عن الفداء، فداني وأخذ مكاني. رح نأخذ بعض المكالمات أخت رشا. المكالمة الأولى من الأخت سبأ من اليمن. أهلا وسهلا أخت سبأ، أنت معانا على الهواء، تفضلي. سلام الرب يسوع لأختي رشا والأخ نزار. نزار شاهين، كيف حالكم؟ تمام نشكر رب. أهلا وسهلا أختي سبأ، أنت عم تسمع الموضوع، وطبعا إذا أنت عندك أي فكرة كمان فيك تسأل يا رشا. يعني هو الموضوع عن الفداء يا أخت سبأ. أنا حابة أشارك بحاجة بسيطة إذا ممكن تسمحوا لي. تفضلي. في ترنيمة أحبها اسمها وفى ديوني يسوع. أيوة. وباليمن في عندنا مثل يقول الدين يقصف الظهر، أي يكسر الظهر بالنص. أنا لما كنت مسلمة، أما الآن أشكر ربنا قابلت الرب يسوع، لي 8 سنوات مع الرب يسوع، والرب يكمل عمله كمان مع أهلي. أمين. فدائما كنت أفكر أقول يا رب، يعني كبنت أريد أتوب بس بنفس الوقت أريد أعيش عمري. كنت أصلي وصوم بس عارفة أني لسه في أخطاء، وهذا الميزان يعني ميزان كان كمان مش داخل في رأسي مرة. أشكر يسوع الرب قابلني وقبلت الرب، وشفت لما الدين كنت مهمومة بهذا الدين اللي فيني كيف أقابل ربي، لأني كبنت أريد أدخل الجنة، حاولت بطرقي بس أنا ضعيفة وارجع أخطأ. فكان دين على ظهري قوي، بس أشكر يسوع إنه بعمله أي بدمه اشتراني ومحى كل خطايا، وهو كمان وعد إنه مش يمحي الخطايا بس أيضا ينسيها تماما. طيب بعد ما ينسيها إيه سبب تكون؟ هو كمان وعد بإنه يغيرني ويعطيني حياة جديدة وطبيعة جديدة. كل هذه الأمور شالت الدين اللي على ظهري. وكمان في آية واضحة بأفسس 1:7 الذي فيه لنا الفداء بدمه، وفي آية أخرى أنتم الذين قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. نعم. الآن إذا في أخوان مسلمين يسمعوا البرنامج بيقولوا فداء ودم، يا أخي الكتاب المقدس واضح ووعد إنه ما فيش فداء وما فيش دخولك للجنة إلا بقبولك للرب يسوع وعمله الكفارة على الصليب. بتقول طيب أنا قبلت يسوع، إيش ضمننا بدخل الجنة؟ بقول لك ارجع للمخطوطات، في كثير أدلة تثبت صحة الكتاب المقدس. أنتوا تصدقوا بأرسطو
وأفلاطون وهم أربع مخطوطات أو ثلاث. لكن نشكر يسوع، نشكر الرب إنه أمين حط أكثر من 20,000 مخطوطة والكل تثبت بصحة الكتاب، أي بدقته، أي بوعد الله الثابت. واليوم أنا سألت زوجي ونحن الآن نسمع البرنامج، إيش بالنسبة لك الفداء؟ قال لي الموت عن شخص. سألت ابني قلت له إيش الفداء؟ قال لي النجاة. فالرب يبدي الكل ويخلص الكل. والآن هم برمضان، أولهم أبي وأمي وأهل رشا كمان وأهل الكثيرين العابرين اللي من أمثالنا. نقول يا رب شيل القشور يا رب، نور عيون افديهم برحمتك، نور قلوبهم يا رب. وهذه كانت مداخلتي، والرب يبارك حياتكم واشكركم. ربنا يباركك، ربنا يباركك أخت سبا. يعني فعلا الله يخليك، الله يخليك ويباركك، لأنه في كلمات بسيطة فعلا شرحتي شو صار معك ووضحت فكرة الفداء من خلال عمل المسيح. بالضبط، الفداء نجاة، الفداء إن أنا بيتشال الدينونة اللي عليا، أنا بنجى من موت الأبدي. دي نقط يعني كلنا حسينا بيها في الوقت اللي احنا قبلنا فيه عمل المسيح. انا حسيت بكده، واعتقد ان كل واحد من خلفية يعني غير مسيحية يوم ما بيقبل عمل المسيح بيحس ان هو يعني زي دين وتشال من عضره، يعني هم عظيم جدا وتشال، وتحس ان الواحد ابتدى حياة جديدة مختلفة، بتعامل مع الله من منظور تاني مختلف. وفعلا يعني احنا اقدم برنامج في العالم، برنامج مسيحي على التلفزيون، لنا تقريبا 40 سنه في الميديا. وعاوز اقول انه كثير ناس غير مسيحيين كانوا يهاجموا فكره الصليب وفكره الفداء ويتهمونا كل انواع الاتهامات بالجهل والتخلف والخرف وكل الاشياء. لكن بحال ما بيختبروا بيجي الاعلان، عارفه زي نور بيضوى في عينيهم، بيفهموا كل قصد الله ومشورة الله وخطة الله. واو، طب أنا ليش كنت رافض؟ مع أنه الأمر بسيط جدا، واحد أخذ مكان عشان ما أروحش على جهنم، أنا أحاربه عشان أروح على جهنم؟ بالعكس يعني. فهاي الفكرة. خليني أشوف في كمان معنا الأخ أحمد. أهلا وسهلا أخ أحمد، أنت معانا على الهواء. خليني أحط الكبسة على الزرار عشان إنك تكون معانا، مش عم تكبس معاي. فيعطوني من الاستوديو من فضل كل مخرج يعطيني الأخ أحمد. ألو، أهلا أخ أحمد، تفضل، أنت معانا على الهواء. أنا اسمي أحمد من خلفية إسلامية، عايز أقول إن الفداء كلمة جميلة جدا، لأن ربنا فداني ودم على الصليب علشان يشيل كل خطاياي وذنوبي. رب صار رب جميل جدا، مقطع حنين جدا فوق مستوى البشر، واللي يعرفه هيحبه. إن ربنا محبة مش خوف. تفضل أخت رشا. طبعا الأخ أحمد يعني أثار نقطة مهمة جدا، إن الله محبة مش خوف. هل أنت كنت بتحس بإيه وإنت في الإسلام يا أخ أحمد؟ يعني ما بتيجي تعبد ربنا كنت بتحس بالخوف، كنت بتحس بالخوف من إيه؟ بخوف لو عملت غلط في الصلاة هيعاقبني، من العقاب، إن الله ديان وإن هو واقف لك بالمرصاد. ايه اللي انت اختبرته، ايه اللي انت حسيت بيه التغيير في العلاقه بتاعتك مع ربنا بعد ما انت قبلت المسيح؟ حسيت بالمحبه، حسيت ان ربنا بيعوضني عن كل شيء فقدته في حياتي. بالنسبه لحياتك الابديه يا احمد، انت حاسس انك انت دلوقتي لو غمضت عينيك دلوقتي هنا هوت على الارض هتكون فين؟ هل في السماء عند بابا يسوع؟ طبعا، لان في ضمان ابدي، وده حاجه جميله جدا ان إن كل إنسان بيقبل عمل المسيح بيبقى فيه عنده ضمان. ربنا يباركك يا أحمد ويستخدم حياتك لمجد اسم الرب، باسم يسوع.
أمين. ربنا يباركك يا أخ أحمد. يعني أنا بلاحظ من كلامك وكلام الأخت سبأ من اليمن وكمان كلام أخوي أحمد، يعني تقريبا نفس الاستنتاج بشكل عام اللي عم توصلوا له ما قبل وشو اللي حدث معكم من خلال يسوع المسيح. طيب رح أخذ كمان مكالمة. رح أخذ مكالمة من الأخ كورولوس. الأخ كورولوس من كندا، أهلا وسهلا أخ كورولوس، أنت معنا على الهواء، تفضل. أهلا بيك، أهلا بيك وأهلا بالأخت رشا. أهلا بيك، أنا كورولوس من خلفية إسلامية لي حوالي 6 سنين وشوية. أهلا وسهلا أخ كورولوس، حابب أشارككم في الموضوع الفداء. والأخت رشا في الأول اتكلمت عن الفداء في قبل معرفة رب المجد يسوع المسيح وكده. برضو أنا بالنسبة لي كان الفداء هو يعني أكتر شعار في المظاهرات، يعني كان يطلع يقول بالروح بتتم نفديك. فلسطين بيستعملوها كتير، بيكون دايما لشخص أعلى في السلطة وفي القيمة، ووقت الجد كله بيجري يعني. بس مش مشكلة، المسيح بس هو لما قال نفذ، المسيح بس هو اللي حبني لدرجة أنه هو يقدم علشاني الفداء فعلا. الفداء هو دليل محبته اللا محدودة. أنا في الإسلام ما كانش عندي إله محب، أنا في الإسلام عندي حد بيخوفني وبيقول لي أنت علاقتك بيا تعبدني، ما فيش أكتر من كده، ما عبدتنيش هيحصل ويحصل ويحصل. وكل اللي بيقدر يقدمه لي يعني هو اللي بيقدمه للحيوانات يعني، سوري في اللفظ، يعني ما فيش أكل وشرب ونوم، ويعني دي النعم اللي هي اللي حواليا. وبيبعت مندوبين كل شوية اللي هم المفروض الأنبياء يعني، يقولوا إن أنت اعمل كده. يعني هو علاقته إن هو أكتر حاجة يقدر يعملها إن هو يبعت مراسيل، يعني ده ما فيش حاجة شخصية بيني وبينه، هو بيبعت لي حد بس يقول لي أنا موجود، يخوفني شوية وانتهت العلاقة بكده. أنت اشتغل بقى كويس، اعمل كده، ده اللي بيني وبينك، ولو ما عملتش كويس كمان أنا هبدلك كثير يجي لك وحاجات. المفهوم ده هو كل دي المفاهيم ده هي اتغيرت في المسيح. يعني أنا لما عرفت الأب، عرفت المحبة، عرفت اللي قدمه علشاني، عرفت اللي تحمله علشاني، عرفت ازاي العلاقة الشخصية بتكون، ازاي اللي قدمه غير محدود. بحس الشيطان وقت ما يقول لي ان الخطية بتاعتك دي كبيرة، اقول له لا، انت مش عارف الهي، الهي غير محدود، خطيئتك مهما كبرت هي ما تساويش قدام نقطة دم واحدة من دم المسيح المفتاح لاهوته. كان لي يعني النهاردة انت لما عرفت ان انا هتكلم هشارك في البرنامج، جالي التأمل على فكرة الفداء او كده، ان يعني ازاي كل ازاي هو فدى عن كل واحد مننا. انا تخيلت ان احنا دلوقتي كل شخص فينا ليه صليب محطوط باسمه، الارض مزروعة صربان لكل شخص. المسيح في يعني الصربان دي كلنا لازم نعدي عليها لو حبينا نطلع، ومحدش فينا يقدر يعدي عليها لان كلنا ملناش الطبيعة اللي تقاوم الموت. المسيح في صليبه جمع كل هذه الصلبان، جمع كل هذه الألام، ألمه كان ألمنا كلنا اللي كان المفروض نتحملها على الصلبان بتاعتنا. عشان كده كان الألم مش ألم شخص محدود في وقت معين، لا، دي ألمنا كلها قد أكمل عننا كلنا. مع المسيح صلبت، مع المسيح صلبت فعلا. أنا المسيح صليبه هو صليبي، وصلبان كل دي متقدمة في صليب رب المجد يسوع المسيح، يتحمل كل ده لأجلي ولأجل كل واحد بيقبل النعمة بعد كده، يقبل عمله الغير محدود. يعني مش عايز أخد الخلقات وقت طويل، بس يعني أنا ربي يباركك يا كورولوس ويستخدمك، وإحنا بنفرح أما بنشوف عمل الرب في حياة الناس اللي بتتغير، بنشوف قد إيه الرب بيعمل وبيغير وحياة الناس بتختلف بعد ما بيقبلوا عمل الفداء العظيم اللي عمله المسيح على الصليب. في كمان مكالمة.
الأخ محمد من السودان. أهلا وسهلا فيك أخ محمد. أهلا بك، سلام المسيح معكم. سلام المسيح معك، أهلا وسهلا. أشكرك أخ نزار، أشكر الأخت رشا نور على هذا البرنامج الرائع الجميل، وكل البرامج اللي هي بتخدم مجد ربنا، واللي هي بتطلع الناس اللي ربنا بيستخدمكم من أجل الآخرين، إذا كان قناة الحياة أو قناة الكارما. الرب يبارككم، ناس كتير عرفت شخص الرب يسوع المسيح من خلالكم، فأشكركم كتير، والرب يبارككم ويبارك خدمتكم ويبارك حياتكم. عشان ما أختصر الموضوع وأختصر الزمن معكم، أول شيء أشكر إلهي ومخلصي يسوع المسيح الذي فداني ودفع عني وعتقني وحررني من عبودية إبليس. إلهي عظيم، إلهي جميل، إلهي كلي القدرة كلي الكمال، إلهي اللي اتجسد ومن أجلي واللي خلصني واللي كان سبب خلاص إرهابيين مجرمين جاء من أجل الخطاء وليس الأبرار. أنا إنسان كنت يعني ما اقدرش اوصف لكم، ارهابي مجرم، كنت شاول. اشكر ربنا اللي هو حولني من شاول لبولس. الهي يهدي الضالين، الاله الاخر لا يهدي قوم الظالمين، لا يهدي قوم الكاذبين، يهدي ما يشاء ويضل ما يشاء. الضلال الذي هو صفه ابليس، المكر الذي هو مكر صفه ابليس، الهي غير كده خالص. إلهي بيخبط على الباب الضال، بيخبط على باب الخطاء، إلهي بينشل الإرهابيين المجرمين من الظلمة إلى النور. طبعا عملية الفداء في الإسلام، في العمليات الإرهابية بيقولوا عليها عمليات فدائية، طبعا بيفجر نفسه وبيعمل عملية فدائية من أجل إلهه هو. إنما شخص الرب يسوع المسيح بفدانا، فدى البشرية كلها من أجلنا، من أجل الإنسان. الإلهي عظيم، إلهي كله قدرة، عشان هو كله قدرة وله عظيم، عشان كيف داني تواضع من أجلي. أشكركم كتير وأشكر البرنامج بتاعكم وكل البرامج وكل القنوات الفضائية، والرب يبارككم ويبارك حياتكم ويبارك خدمتكم، ودايما تبقوا نور للعالم وملح الأرض، ورب يستخدمكم لمجد اسمه. شكرا كتير كتير كتير. ربنا يباركك يا أخ محمد، فعلا أثلجت صدرنا. واو، إرهابي كان. عايزة أقول نقطة على الكلام، التعليق بسيط على الأخ محمد. الأخ محمد قال حتة مهمة جدا، قال إن المسلمين بيبعتوا واحد إرهابي يفجر نفسه ويقولوا عليه فدائي، بيقتل أبرياء. الفدائي بيموت، لكن المسيح اللي فداني أحيا الناس، ما موتهمش. الناس كانوا ميتين وادالهم حياة، لكن الفدائي اللي بيتكلم عليه أو اللي احنا جايين كنا من الخلفية كان بيقتل الأبرياء، مش بيدلهم حياة أبدية، مش حياة أصلا يعيشوا على الأرض بس، ده حياة ممتدة إلى الأبد معاه في سلام وراحة واطمئنان. طبعا فرق شاسع وشتان بين الاثنين. معنا كمان الأخت مريم من كندا. أهلا وسهلا أخت مريم، أنت معنا على الهواء. مرحبا. أهلا وسهلا أخت مريم، أهلا بيكي. أهلا وسهلا. أهلا. تفضلي، شو اللي لمسك في هذه الحلقة في موضوع الفداء؟ مستمع كويس، الصوت مش حوار في النزال. اللي لمسك من خلال موضوع الفداء في هذه الحلقة؟ احنا سامعينك كويس اخت مريم، تفضلي. يعني انا حتكلم عن الفيديو، عن الاختبار بتاعي يعني، والحياة الجديدة اللي عايشها حاليا يعني قبل المسيح يعني. حاسة ان عندي حياة جديدة يعني، وكل الحياة بالنسبة لي جديدة يعني، قلبي جديد و عقل جديد بفكر يعني، التفكير بتاعي بقى مختلف يعني، وقلبي برضو بقى يعني قلبه مختلف يعني، يحس بالآلام بتاعت الناس ويحس بآلامهم يعني، من آلام المسيح يعني حسيت بآلام الناس يعني. عندي قلب جديد وعقل جديد، حتى تفكيري يعني اختلف يعني من التفكير اللي كان من قبل يعني.
فكله يعني ربنا يعني اداني حياه جديده، يعني بجد حياه جديده في كل شيء، حياه جديده يعني. يعني انا كان بساكي ما في، يعني اشكر ربنا كثير كثير كثير، يعني اشكر ربنا يعني، لانه دي بالنسبه لي حياه جديده، يعني بجد حياه جديده وفيها كل النعم الان عايزاها، وحياه فيها الطمانينه وفيها السلام الداخلي. يعني كنت افتقد للسلام الداخلي كثير، افتقد للسلام الداخلي، لكن هسه عندي السلام الداخلي، ودي حاجه مهمه بالنسبه لي يعني. فعندي سلام داخلي يعني، فحاسه بالسلام يعني. ربنا يباركك يا أخت مريم، أنت شكلك من خلفية إسلامية، ومن الواضح أن زي ما أنت قلتي كده أن الرب اداكي سلام داخلي كنت تفتقديه، وده هو اللي احنا كنا بنتكلم عليه بالظبط، اللي احنا السلام الداخلي اللي بيفتقده الإنسان، الطمأنينة والثبات على كلمة ربنا، الوعد بالأبدية، كل الأمور ده هي مش موجودة كانت. لكن مين اللي يقدر يدينا ده؟ المسيح. ليه؟ لأن هو أخذ مكاني واداني مكانه. أمين. طيب أخذ كمان مكالمة من تركيا بتهيألي. نانسي من تركيا، أهلا وسهلا أخت نانسي، تفضلي. نانسي تفضل، انت معنا على الهواء. طيب الظاهر فقدنا الأخت نانسي. لو يعني في خلال نص دقيقة أو دقيقة إذا ترجع لنا كمان مرة، لكن وانت بتسمع هاي الاختبارات كلهن طبعا عابرين اللي جاءوا واللي اتصلوا اليوم، شو بتشعري؟ بشعر ان انا محتاجه اني اقدم رساله بقى. اتفضلي. انا نفسي اقدم رساله لكل واحد بيسمعنا النهارده. اقبل او افتح قلبك لربنا. قول له يا رب وريني الطريق، وريني السكه فين. انا محتاجك، انا محتاج انك انت تلمس قلبي، انك انت تفتح عينيا. انا مش شايف، انا ما اقدرش اشوف، مش عارف بمحدوديتي اوصل لك. قول له يا رب وصلني ليك، انا نفسي انك انت توصل ليا، توصل ليا وتلمسني وتاخدني في السكه بتاعتك، وبدل ما انا شايل شلتي انت اللي هتشيلها لي، وبدل ما انا قاعد خايف من يوم القيامه هيحصل فيه ايه، الدينونه الابديه هتحصل فيها ايه، رايح الجنه ولا رايح النار، ابقى انا واثق وثابت ومتأكد ان انا حياتي هتكون معاك للأبد. لو انت النهاردة نفسك انك انت تاخد الخطوة دهيت، لو انت نفسك النهاردة ان ربنا يلمسك هذه اللمسة، يعمل التغيير اللي حصل في حياتي انا وفي حياة الناس اللي حوالينا، صلي معايا الصلاة دهيت. قول له يا رب من فضلك تعالى املك على قلبي، تعالى يا رب افتح عيني عشان اشوفك، انا بقبل الفداء ده، بقبل انك انت تاخد مكاني وان انا اخد مكانك، ان انا اخد العطيه اللي انت بتديها لي، الهديه اللي انت بتديها لي، الحياه الابديه، الضمان الابدي دهوت، وانت هتاخد دينونتي. يا رب اشكرك، قول اشكرك علشان انت كنت مكاني، وانا بقبل دهوت، ومتاكد انك انت هتيجي وهتملك على قلبي، تيجي وتسكن جوايا، جوه قلبي، وتغير حياتي. قول له أنا محتاج لك، أنا محتاج لك، اصرخ لربنا وقول له أنا محتاج لك، أنا محتاج للمستك، محتاج لقوتك، محتاج تنتشلني من الظلمة دهيت إلى نور محبتك، محتاج أشوفك بشكل مختلف، محتاج إن أنا أشوف الإله اللي بيحب، مش الإله اللي بيعاقب، الإله اللي بيدني، الإله اللي واقف لي بالمرصاد، أنا محتاج أشوف الإله اللي بيحبني، الأب اللي مش بيسيبني، اللي بيهتم بكل تفاصيل حياتي. قول له أنا محتاج لك يا رب، تعالى انشلني من الظلمة دهية، تعالى غير فكري وغير قلبي علشان نور عيني عشان أعرفك باسم الرب يسوع. لو انت صليت الصلاة دهية أنا واثقة أن ربنا هيعمل معاك في الأيام الجاية أمور عجيبة عظيمة. أنا أثق أن الرب هيغير حياتك باسم يسوع. أمين. الأخت نانسي رجعت، أهلا وسهلا.
اهلا وسهلا اخت نانسي، انت معنا على الهواء، تفضلي. الو. ايوه اخت نانسي انت معنا على الهواء. اوكي، الظاهر في مشكله فنيه. انا عاوز اشجع طبعا يعني كل اللي بيشاهدونا انه فعلا اذا صلوا يتواصلوا معنا. فيك تتواصل عن طريق الفيسبوك، وفيك تتواصل معنا باي يعني بكل. ف في عندنا اسماء كثيره على فكره، كذا اسم، في حوالي 5-6 اسماء، بس انا راح اعتذر من الكل ان مش راح ناخذ. يا ريت تحاولوا تتواصلوا معنا الاسبوع القادم او الاسابيع اللي بعديها، بنحب دائما نسمع منكم. اخت رشا، اذا في يعني هيك كلمه اخيره في موضوع الفداء، يعني اذا بتحبي تشاركي بالذات عن تغييرك انت والتغيير اللي انت سمعتي، واكيد اللي راح يتصلوا كانوا بدي يتكلموا عن التغيير لكن للاسف الوقت ازف، تفضلي. الفداء عمل فيا ايه؟ غير فكره الخوف من ربنا، بقت مخافه ممزوجه بامتنان، باحترام كمان، باحترام وامتنان لعمله. ما بقتش خايفه ان هو يبقى بالمرصاد، لكن انا بقت علاقتي بي من الخوف تحولت الى مخافه ممزوجه بالامتنان والاحترام لي، بالحب له. المستقبل المجهول بالنسبه لي بقى مستقبل مضمون فيه هو، لان هو ضامن مستقبلي، هو ضامن الابديه. اهدافي المستقبليه بقت مختلفه، لان انا مع المسيح صلبت الاحياء، انا بل المسيح، فاهدافي بقت في المسيح، اصبحت اهدافه وبامكانياته مش بامكانياتي. بقى السلام بيتدفق في حياتي، فكل الامور دهيت بيملاني بالسلام والمحبه وعلاقتي بيه علاقه الحب، علاقه الاب اللي بيهتم بكل تفاصيل حياتي، اللي بيرعاني واللي بيحميني واللي ضامن ان انا همشي معاه وهكون معاه للابد، انا في ايده، انا محميه. دي ببساطه كل الامور اللي يعني تقريبا كل الامور اللي انا حسيت بيها، او بشكل بسيط الامور اللي انا فرقت معايا اما انا قبلت المسيح وان انا مشيت معاه. اخت رشا شكرا جزيلا، ربنا يباركك ويستخدمك، دائما تكوني نور وحق. أمين. لكل من حولك. وعاوز اقول في النهايه انه هذا من اروع الامور، تشوف هيك بركات الفداء من تبرير ومصالحة وغفران والدخول إلى محضر الله، شيء عظيم. الكتاب بعلمنا لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. في جملة كتير مهمة اسمعها بالختام، قال يسوع: ماذا يجدي النفع لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ المسيح أحبك وافتداك وغفر خطاياك وعاوز يكون في علاقة معك. شو رأيك تيجي ليسوع؟ ربنا يباركك.